عمي، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. بهذه الكلمات وصف الإمام السجاد عليه السلام عمته زينب الكبرى عليه السلام لما تمثله من دور رسالي مؤثر في تحمل المسؤولية الشرعية والأخلاقية، وهي ما تجلى في واقعة الطف الأليمة. ومع كل ما رأته من مصائب وويلات وقعت على أخيها الحسين وأبا الفضل العباس عليهما السلام وبقية الأخوة والأبناء والنساء والأطفال والأصحاب، وهي شامخة وصابرة ومحتسبة أمرها إلى الله تعالى. كانت المأوى والملاذ للأيتام، لم تهن لضرب السياط وشتيمة اللئام، سطرت أروع معالم العفة والشجاعة والصبر والإيثار، قدوة النساء والرجال على حد سواء، كيف لا، وهي التي أوجعت الظالمين في قصورهم بكلماتها ومواقفها التي خلدها التاريخ. وعلى منهجها وسيرتها المباركة سارت وتسير النساء الزينبيات في كل زمان، فإنما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدت خديجة عليه السلام، وإنما وجد علي وجدت فاطمة عليهما السلام، وإنما وجد الحسين وجدت زينب عليهما السلام، وإنما وجد الحق المتمثل بمنهج العلم والتقوى والوسطية والأخلاق وجدت النساء المناصرات المضحيات في جميع المحافل والمناسبات الدينية، وعلى خطى زينب وعفتها وحجابها ونصرتها للحق وصاحب الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففيهن من انتصرت للحق وأهله بالدرس والتدريس وفي الكتاب والتأليف، ومنهن الشاعرات الرساليات والقرآنيات المباركات، فطوبى لهن ولكل امرأة تسير بسيرة المرأة زينب عليها السلام علما وأخلاقا وعفة وكرامة.